الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هعمل معاكم روتين يوم كامل في شقة المصيف من أوله لأخره، ويلا بينا. أول حاجة هنعملها نشرب مج نسكافيه علشان نفوق، ونشوف هنعمل ايه باقي اليوم. يلا تابعونا، هنحضر معاكم اللبس والأكل، وهنروح البحر، وهنرجع ننظف الشقة سوا، وننزل كمان آخر النهار. كل ده هيبقى معاكم النهاردة، روتين كامل في شقة المصيف، ويلا بينا. ضربة الأكل كده، السندوتشات بس يحمزوا. طيب عشان مش عارفة احضر وانا ماسكة، احط الباقي. حطينا السندوتشات وسبرايت والشيبسي، وهنقفل العلبة. اقفلي حموزي، شاطر يا حمزة، برافو، شاطر. ونشيلها بقى كده، تمام. حضرت اللبس بتاعنا باكسسوارات البحر، بالنظارات، اهي بالشنط. الشنط دي انا اللي عاملاها، دي كده بتبقى سادة وانا مركبة فيها اللي هو البادج ده، وبرضو دي جايبها سادة وانا مركبة فيها البادج العين ده، بمسدس الشمع والفصول دي كلها انا مركبها. ويلا نجهز علشان البحر. طبعا هو عريض كده لان هو فراشة، هو بيبقى كده وبيعرض اكتر يعني. وهندهن انا ومريم الفازلين او الفازلين في شعرنا انا وهي، علشان الفازلين بيعمل طبقة عازلة حوالين الشعر بتحميه من المية المالحة، فما بتأثرش فيه قوي. وطبعا دهنا سان بلوك، بس مش لاقيه المقطع وانا بدهن لهم. المهم بعد كده نزلنا واحنا في العربيه كده، فطرنا كده قراقيش وعصير علشان ما نحناش نفطر فوق. يا دوبك انا خدت بس نسكافيه عشان ابدا افوق يعني. وفي طريقنا الى البحر، ويلا بينا. بعد ما اتغدينا برضو اهو بحط صابون، ولازم يوميا ارش برضو اهو بعد الغدا. وبالسلكة واعمل بعد كده امسحها، ونكون طهرنا مكان اكلنا عشان لما ناكل بعد كده. احنا كده خلاص اتغدينا، واحنا ما بنعملش مواعين كتير لان معظم اكلنا جاهز. سمك جاهز، فراخ مشوية، بيتزا، كشري، بطاطس محمرة وتونة. المهم يعني ما بنعملش مواعين كتير، بس لازم ننظف مكاننا. التانك اللي شفناه قبل كده ده الصغير اللي بغسله اول ما باجي كل يوم، عشان ده اللي باخده معايا البحر. التانك كبير سايباه في الشقة نشرب منه. دي خلطة ماء بكلور انا عاملاها، طهر بيها اي مكان في الشقة. لازم نعمل احتياطاتنا، مش عشان شقة مصيف ان احنا نتهاون، لا طبعا، دي صحتنا وصحة ولادنا. وانا معرفش اصلا اللي كان في الشقة قبلية كان بيعمل ايه. دي فينيلا قديمة جايباها معايا برضو، احطها كده نشف بيها. وكده خلصت طبعا زي شغل البيت، انما برضو بنعمل اللي علينا علشان نبقى ضامنين ان احنا قاعدين في مكان كويس ما فيهوش ميكروبات. ثلج تاني يوم عشان الكولمن بتاع البحر اهو، بشيل برضو ازاز باخدها معايا. وبرضو كده كده عندي اربع ازاز كل يوم، انا جايبه كرتونه ميه، كل يوم بحط اربع او خمس ازاز في التلاجة. حاجة البحر بقى اللي بستخدمها الشخصية زي نضارة مثلا اللي بنزل بيها المية. هنا جايبها بلاستيك ورخيصة وبتاع علشان بنزل بيها المية بعوم بيها، انما اول ما باجي لازم بشطفها ونشفها كويس وشيلها في الجراب بتاعها علشان احافظ عليها، مش عشان الحاجة رخيصة نسيبها، لا، كل ما تحافظي على حاجتك كل ما يبقى احسن. خلاص كده دخلت على الغسيل بتاع البحر، غسلته بصابون سايل بمية ومغيته وشطفته وسبته يتصفى في الحمام وخلاص تمام. بس انا مش بغسل كل الغسيل بتاعنا، يعني غسيل اللي بتوسخ هدومنا اللي بنلبسها في البيت بتتوسخ، او هدوم الخروج انا بحطها في شنطة لوحدها عشان لما ارجع اسكندرية باذن الله ابقى عارفة ان الشنطة دي كلها غسيل اغسلها في بيتي باذن الله. دي فليتة بتاعت محمد، انا كانت كلها رملة غسلتها ونشفت خلاص، بس انا بقلبها عشان تتهوى، وقبل ما انام هدخلها علشان الشمس الصبح ما نجيش عليها وتجرب. انما الغسيل اللي انا بغسله هو غسيل البحر، هدوم البحر اللي بننزل بيها وبنعوم بيها، هو ده الغسيل اللي انا بغسله يوميا لما باجي من البحر. مسحت الصالة اهو، مسحتها بكلور عقمها عشان حمزة والارض وكده اهو، روقت وروقتها.
تمام دول محضراهم دول عشان بكره. تمام هرشها كده بقى اخر حاجه. شقتي كمان مسحتهاش كلها. قلت الولاد برضو مسحتها وقتها ونقف برضو. تمام ده روتيني اليومي مع هذا الارض. الارض مش كل يوم بتبقى يوم يوم. اهو مسحت البوتاجاز والرخام مسحتها. دي المواعين اللي انا بستخدمها مع في حاجات بتاعتي اللي هم المجرين الخضر والسكينه والمج الازاز. دي بقيه الحاجه اللي انا بستخدمها من الشقه غسلها عشان اول ما جيت غسلتها بكلور وصابون وكده والسكه فهحطهم بره بعيد عن المواعين التانية عشان دول هم اللي بستخدمهم. دي بقيه حاجتي طبعا الترمس الشادق ده التانك بتاع الميه الصغير اللي باخده البحر وده الكافيه بتاعي. البوتاجاز مسحته الحوض تمام وغسلت المواعين. دي العلبه بحط فيها الاكل وانا رايحه البحر. مسحت الارض بس لسه ما شافتش برضو خلصتها. والحمام تمام برضو خلاص غسلت كل حاجه وحاجات البحر الشوزات اللي هي الكاوتش دي وحاجات البحر كلها برضو هعطره. مش عشان شقه مصيف ان احنا نهمل وفي الاخر دي صحتنا وصحتنا الولاد. بس كده تمام هطفي الولاد ناموا خلاص كده ده الروتين خلاص. بعد ما خلصت الروتين ونمنا نمنا كده ساعتين ثلاثة وصحينا على واحدة كده تقريبا ونزلنا بقى. الولاد حابين يأجروا عجل ويتعشوا برا عايزين يتعشوا كسكسي فنزلنا بقى علشان يأجروا عجل ونشوف هنلاقي كسكسي فين في مطروح. ادي كورنيش اهو كورنيش مطروح الساعة 3 صباحا. وده عزة جيلاتي عزة بتاع اسكندرية اهو. انا كده قبل عمارتي الشاطئ اللي قبلها. انا عدي الشارع ونروح علشان نأجر عجل. طبعا تعدية الكورنيش اسهل من اسكندرية بكتير. على ثلاث فروع الجيلاتي عزة على كورنيش مطروح. اخيرا 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 لقينا كسكسي عند جيلاتي عزة في فرع البوسيت وهنقعد بقى ونتعشى مع بعض كسكسي. واجي حمزة مع تفضلوا معانا الفانا وشفا نتعشى مع بعض. في نهاية بقى الروتين السريع ده متنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم ان شاء الله باذن الله يعجبكم. تفعيل رمز الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.